هلا وكل الهلا، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وعافيه. رجعنا وياكم مقطع فيديو جديد، او نقدر نقول راح اقدم لكم خدمه جديده. هاي الخدمه اعتقد يعني اكثر الناس وخاصه اللي عايشين بالعراق، وانا واحد من عندهم، كنت منتظر هذه الخدمه تتفعل بالعراق وتشتغل بالعراق من فتره كلش طويله. فانتظرت وردت وحاولت، حتى استخدمت اكثر من طريقه واستخدمت اكثر من برنامج. هذا البرنامج راح يطلع قدامكم، استخدمته اكثر من مره واكثر من اصدار. ردت اسوي او ردت ادخل على هذه الخدمه حتى اشغلها، بس ما قدرت. بس ان شاء الله انحلت، وراح اشرح لكم بهذا مقطع الفيديو شلون انحلت وشلون قدرت احصل على هذه الخدمه واشترك بها. خليكم ويا المقطع. اي شباب، كنا ندور الالعاب المناسبه والالعاب الزينه والالعاب اللي باسعارها يعني تكون خفيفه لطيفه، تقدر تشتريها وتقدر تشترك بخدمه حتى تلعب كميه العاب كلش هوايه كلش قويه. فانا جربت الخدمتين طبعا، واقوى خدمتين هن موجودات البلاي ستيشن ناو والاكس بوكس جيم باس. البلاي ستيشن ناو خدمه حلوه، بيها تشكيله العاب حلوه، تشكيله العاب قويه، بس بيها شغلات كلش يعني تضوج وتقهر. وسويت مقارنه بينها وبين الاكس بوكس جيم باس، اخليكم اياها فوق بالكارت بالبطاقات تحت لكم، راح تشوفون الفرق بين خدمة بلاي ستيشن ناو والاكس بوكس جيم باس. بس راح احكيني بشكل مختصر هنا. خدمة بلاي ستيشن ناو العاب بلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3 ما تقدر تلعبهن الا اذا كان عندك نت قوي وتقدر تبثن بث، يعني تلعبهن على شكل بث. اللعبة مو عندك موجودة بسيرفر وتلعبها عن طريق بث، يعني ما تقدر تلعبها وهي بجهازك. هاي شغلة. الشغلة الثانية، مو كل حصريات البلاي ستيشن او حصريات السوني راح تنزل على هذه الخدمة. مع العلم هي هذه الخدمة اصلا موجودة على اجهزه البلاي ستيشن، يعني ما اعرف ليش شنو السبب سوني ما تخلي حصرياتها اللي تنزل على هذه الخدمه حتى الناس تشترك اكثر بالخدمه، تحب الخدمه مالتهم، تعجبهم الخدمه، يزيد عدد المشتركين بها وبالتالي يزيد ارباح شركه سوني. بس سوني ما تسوي هذا الشيء، اكيد اكيد هو السبب مالي، يعني يقول لك انا اللعبه انزلها بالاسواق بشكل ديجيتال او بشكل اقراص، يعني انزلها وحدها الناس تشتريها احسن ما اخليها بخدمه وسعر الخدمه 10 دولارات او 15 دولار وبالتالي ارباح راح تكون قليله. بس هذا شيء غلط، ارباعهم راح تزيد وتزيد هواي، بس هم ما اعرف ليش. المهم شركات وقراراتهم ما لنا علاقه بهم، هم يشوفون الانسب لهم وهم اللي يتخذوه وهم اللي يطبقوه. بس خدمه اكس بوكس جيم باس من الخدمات الحلوه، الخدمات القويه، الخدمات اللي بيها عدد المشتركين تقريبا 18 مليون مشترك. انت احسب هذا العدد وهاي الكميه، فالشيء يعني رقم خيالي، رقم كبير، ودول مستمرين بتفعيل الخدمه ودائما يشترون الخدمه ويدفعون عليها، لان الخدمه تقدم لهم كميه العاب كلش هواي. كمية العاب اللي نزلت على اكس بوكس 360 وعلى اكس بوكس 1، وحاليا الالعاب الجديدة اللي راح تنزل على اكس بوكس سيريس اكس و اس، يعني اجهزة الجيل الحالي بين قوسين، راح تتوفر على هذه الخدمة منذ اول يوم نزولها. مو بس هاي، الاكس بوكس سووا تعاقدات ويا استوديوهات كلش عملاقة كلش قوية، بان العاب لهم العاب الطرف الثالث راح تنزل على هذه الخدمة، وراح تصير العاب منوعة، العاب قوية، تقدر تلعب تشكيلة العاب لحد ما تمل. والخدمة موجودة على اكس بوكس وعلى البي سي. بما ان احنا ذكرنا البي سي، فاجت هنا المعضله اللي كانت تواجهني واعتقد تواجه هواي ناس من اللاعبين او الجيمرز اللي موجودين بالعراق اللي مثل حالتي، يريدون يشاركون بخدمه اكس بوكس جيم باس على البي سي بس ما يقدرون. بس لقينا طريقه، لقينا فشي سهل. قلت لكم استخدمت اكثر من برنامج، اكثر من طريقه، وما صارت وما ضبطت. بس عن طريق يوتيوبر سوري الله يعطيه العافيه، اسمه وسيم جيمراوي، عنده قناه على اليوتيوب. الولد قدم شرح، الولد قاعد بتركيا، فهي تشتغل عندهم وما تشتغل عندهم، بس اللي عندهم هو يقدر شيء يسوي، يقدر يغير الريجن، يغير الدوله ويشترك بالخدمه اللي تعجبه. هاي الشغله حلوه مو مو حلوه، بس انت اذا اشتركت مثلا بريجن تركي، ريجن تركي راح تكون باسعار رخيصه بسعر المي، فالشيء كلش رخيص. اذا اشتركت بريجن تركي يعني خدمه اكس بوكس جيم باس لمده شهر بريجن تركي، راح تشترك وتنزل العاب وتلعب، بس من ترجع ثاني مره تريد تشترك بخدمه اكس بوكس جيم باس ريجن امريكي او ريجن اي دوله ثانيه، برايي راح تواجه مشكله. والمشكله هاي ان الالعاب نزلتك على الريجن التركي ما تقدر تلعبها على الريجن الامريكي او اي ريجن ثاني، فراح تمسح الالعاب وترجع تنزلها من جديد على الريجن التركي. فنصيحه من عندي، اذا تريد تشترك وتشترك خدمه انت يعني بلد انت عاجبتك وتتوفر البطاقات مالتها موجوده يعني عندك بالبلد مالتك وتقدر تشتريها، اشترك حتى ما تواجه صعوبات وما تصير قدامك تحديات وعقبات ويصير يعني ضوج من الخدمه بعد ما تشترك بيها. بالنسبه لي انا عندي
ناس اعرف ناس موجودين بتركيا اقدر احول لهم فلوس واقدر عن طريق البطاقه مالتهم اشترك بخدمه اكس بوكس جيم باس للريجن التركي بسبب وقلت قبل شويه السبب رخيصه الاشتراك سعر الاشتراك رخيص تقريبا ما يقارب $5 للالتيميت الاسعار مناسبه اذا تيجي تشتري لعبه يعني اكو العاب 60 ليره و50 ليره و55 ليره مثل اكو لعبه كوانتم بريك 60 ليره عليها تخفيض ب 60 ليره يعني تطلع ب 5 دولارات او 6 دولارات سعرها هيك لعبه قويه لعبه عملاقه تخيلوا هيك اسعارها يعني رخيص رخيص مو شو ما كان فانا قلت لكم انا اذا تريد انت تشترك بخدمه اكس بوكس جيم باس لازم تحدد من البدايه شنو الريجن اللي تريده تركي امريكي بريطاني اوروبي اي ريجن تريده وتشترك بيها وتستمر وياه لان هذا الشيء قلت لكم يسبب لكم مشاكل بالالعاب من تلعبوها اذا نزلت على الريجن التركي لازم تمسحها اذا فعلت مره ثانيه على الريجن الامريكي المهم ما له شغله راح اشوفكم الطريقه راح اشوفكم شلون طريقه سهله تغير بيها الريجن مالتك اللي موجود بالحاسبه وجربتها انا وطريقه مضمونه وصارت وياي غيرت الريجن من دوله لدوله واشتغل عندي وقدرت يعني اقدر ادخل على اكس بوكس جيم باس واقدر اشترك قبل كان يقول لي غير متاح في بلدك فهسه راح اشوفكم شلون تشتركون انا بالنسبه للويندوز مالتي ويندوز 10 يجي على الاعدادات من هنا على الاول سيتنج روح على اليمن تايم اند لانجويج روح على الريجن يعني اقصد بيه المنطقه هاي هنا الريجن تقدر تغيره شوف هسه انا مختار تركيا انت عندك كوما دول تقدر تختار الدول احنا اكثر شيء عندنا الستور السعودي والستور الاماراتي حتى بطاقاتهم موجوده تقدر تشترك تقدر تخليه يعني تخلي الستور السعودي او الاماراتي الريجن مالتك وتقدر تشترك بالخدمه وتقدر موجوده البطاقات مالتها متوفره بالسوق العراقي تشتريها وتفعل اما التركي يعني قلت لكم مراد لكم لازم شخص تركيا ها تقدر تفعلها عن طريق الموبايل هسه اشوفكم شلون اذا عندك رقم موبايل تركي شغال وبيه رصيد تقدر تفعل الطريقه عن طريق رقم الموبايل المهم من هنا تجي عندنا الريجنات طبعا تختار لك ريجن متفعله بيه هاي الخدمه انت شوف يا ريجن يعجبك مثل ما قلت لكم يا ريجن اسعاره مناسبه بالنسبه لك ويا ريجن تتوفر البطاقات مال اكس بوكس حتى تقدر تشتريها وتفعل بيها الخدمه فالمهم شباب هسه انا قدامكم شوفوا اختار التركي وهاي اللغه بكيفك انت اي لغه تريدها تختارها انا مخليها انجلش تطلع كش مدوس هو اختارها بعد تطلع منها تلغي الخدمة ما راح تتفاعل عندك ولا راح تشتغل عندك لان يعني انت بسبب الريجن مالك يقرا عراق يعني انت قبل انا هسه انا كانت قبل الريجن مالتي يقرا عراق وبعدين حولته للتركي انت ايش راح تسوي؟ تجي على هاي القائمة مال المنيو تجي على الباور تسوي ريستارت للحاسبة ورا ما تضغط ريستارت وتكمل راح شو تسوي؟ تطفي الحاسبة وترجع تشتغل عندك راح يقرا عندك الريجن تركي تجي تدخل طبعا هذا الاكس بوكس جيم باس اذا ما تعرف منين الطلعة تجي هنا على علامة البحث بس تكتب اكس بوكس راح يطلع على الكوبا هذا بهذا الشكل تضغط عليه ينفتح تنفتح لك هاي النافذة قدامك هاي النافذة موجودة تقدر اذا انت قبل تشترك طبعا الالعاب اللي موجودة على البي سي غير هالالعاب اللي موجودة على الكونسول تختلف اكو العاب مشابهة اكو العاب مختلفة فانت ايش عندك ذني تصنيفات عندك ذني يقول لك العاب ضافوها ناقر شيء ذني مجموعة من الالعاب مثل هاي ميست مثل عندكم هاي سايكونات هاي طبعا جديدة ذاك يوم نزلت سعرها تقريبا $60 انت تقدر تشترك ب $15 وتلعبها فشيء كلش حلو وهاي لعبة 12 مينت موجوده حاليا سعرها $40 فانت تقدر تشترك ب $15 وتلعبها شوفوا مجموعه من الالعاب اللي ضايفين لك اياها هيديس من اقوى الالعاب اللي نزلت وحصلت على جوائز كلش هواي كلش قويه اماتير موجوده وتقدر تشترك بالخدمه وتلعبها اعتقد سعر اللعبه $40 او هي شيء عندك شوفوا ذني العاب اللي انضافها ذني جدد عندك العاب راح تيجي قريبا مثل ايش؟ مثل هيلو انفنت اخر جزء العالم اللي كلها منتظرته العالم اللي حابته العالم اللي خلى شركه مايكروسوفت تغير كثير من الامور وكثير من القرارات حتى ترجع تصحح اللعبه وتنزلها بشكل حلو بشكل لاق يفيد اللاعبين فورزا 5 من اقوى الالعاب هاماتين اللي راح تنزل وراح تنزل راسا على خدمه اكس بوكس جيم باس من اول يوم نزولها هاي ايج اوف امبايرز هاماتين جزء جديد هاماتين راح تنزل فانت تقدر تدخل تشوف الالعاب الاكثر شعبيه تي اوف ذيفز تايكونانت هذا الثاني جيرز 5 فورزا 5 لايت سيميوليتر يعني العاب كلش قويه العاب عالم مفتوح فورزا 7 موتور سبورت هذا الارك تقدر تدخل بها سيرفرات وبها مودات يعني لعب لا نهائي تقدر تدخل وكوما شغلات كوما العاب بها يقول لك العاب دال اول يوم نزلت يعني طلقت اللعبه نزلت على خدمه الاكس بوكس جيم باس من ضمن الالعاب القويه
هيت اوف ديكي الجزء الثاني، ماينكرافت دنجن هاي لعبه مغامرات، دارك الينز ما اعرفها حلوه لو مو حلوه ما ادري، جراوندد من العاب الحلوه القويه هماتين اللي موجوده. ومو بس هيجي تقدر تشترك بخدمه يعني اللي مضافه لها خدمه اي اي بلاي، اي اي بلاي يعني بس هي الخدمه كافي، بس الالعاب اللي موجوده بها كافي. جيت جيم باس، شوف هاي انا قبل ما كانت تطلع لي جوين اكس بوكس جيم باس بس ما تطلع لي الاسعار، الاسعار ما تطلع لي، شوف ايش قد سعرها، سعر خدمه الاكس بوكس جيم باس العاديه اللي تلعب بيها اكثر من 100 لعبه بيها اكثر من 100 لعبه تلعبها بدقه كلش عاليه، اقل شيء يعني عندك 1080 تقدر تلعبها، عندك نيو جيمز ادد اول ذا تايم، العاب جديده مضافه، اكس بوكس جيم ستوديو تايتلز ذا سيم داي از ريليز، يعني اليوم نفس اليوم اللي تطلق به خدمه او عفوا اللعبه اللي تنزل حصل على الاكس بوكس راح تلقاها موجوده، ونفس الحاله راح تلقى تخفيضات على العاب، تخفيضات على العاب اللي موجوده بالخدمه، وفوق هاي راح تلقى على تخفيضات العاب اي العاب اللي نازله من شركه اي تلقى عليها تخفيض 10%، ماشي هذا الاشتراك العادي، اما الخدمه الثانيه اللي يعني نفس الخدمه بس بسعر اغلى اللي هي هاي الاولى ب 30 ليره والثانيه ب 45 ليره، هسه احسب لكم اياها الليره ايش قد تطلع بالدولار، الخدمه الثانيه اللي هي الاكس بوكس جيم باس التيميت اللي تتضمن الالعاب والاونلاين، يعني العاب يعني لازم تدفع مبلغ اضافي حتى تقدر تلعب الالعاب الاونلاين اللي موجوده بخدمه اكس بوكس جيم باس، فانت ايش راح تسوي؟ راح تشترك اذا كان عندك موبايل واذا كان عندك ايباد، تقدر تفتح الخدمه عليها وتقدر تلعب بنفس الوقت على الكونسول هي اصلا موجوده، تقدر تلعب على الاكس بوكس، العاب جديده تضاف يقول لك كل فتره، العاب الحصريه الخاصه بشركه اكس بوكس جيم باس همات هي الموجوده، المشتركين بخدمه اكس بوكس جيم باس لهم تخفيضات على الالعاب اللي موجوده داخل الخدمه، وهمات يقول لك اضافات راح تكون مجانيه فحتى تحصل عليها اذا مشتري اللعبه بس اذا تشترك بالخدمه راح تحصل على الاضافات مجانيه لفتره اشتراكك بالخدمه، همات تقدر تلعبهم شلون تقول بلاي games on your mobile phone and tablet from the cloud، تقدر تشغل الخدمه على موبايلك او على التابلت مالتك اماتين، بنفس الوقت تقدر تفعل خدمه الاونلاين لان قلنا تحتاج اونلاين حتى تلعب ويا جماعتك، تفعلها بهذا السعر تحصل على ديسكاونت 10% على الالعاب اللي موجوده بخدمه اي بلاي. هسه كل شيء حلو، كل شيء ماشي، كل شيء سهل، هسه راح نروح على جوجل وراح اشوفكم سعر ال 44 ليره ايش قد يطلع، العفو ال 45 ليره ايش قد يطلع بالدولار. شوفوا هسه طبينا على جوجل هاي الليره التركيه، الليره التركيه يساوي ما علينا سعرها بالعراقي، واذا تي تحسبها بالعراقي هسه هاي منها بالدينار العراقي، خلينا نحسبها بالعراقي، هسه ايش قد قلنا 44 خلينا نقول 45 ليره تطلع ب 7858 دينار، يعني نقول 8000 تطلع عندنا بالنسبه لنا للعراقي ب 8000 دينار، خدمه شهر كامل تدفع 8000 دينار تلعب اكثر من 100 لعبه وتقدر تلعب العاب كلش حلوه وكلش قويه وتقدر تلعب الاونلاين جماعتك بسعر 8000 دينار عراقي، يعني يا شباب يا بالعراق يا من تعانون مثل ما عانيت انا والحمد لله والشكر هسه لقيت الحل، ب 8000 دينار خدمه كلش حلوه كلش قويه بسعر زهيد 8000 دينار، اما بقيه الدول اللي يريد يعرف اللي ما مدفع له عندهم يعني اعرف الاكس بوكس جيم باس مدفع له اعتقد بس بالسعوديه والامارات حسب علمي، واذا ما مدفع له فتقدر راح احاول لك اياها بالدولار. هاي سعرها بالدولار الامريكي 45 ليره تركيه تعادل 5 دولارات و 39 سنت، يعني قول 5 دولارات ونص، سعرها 5 دولارات ونص تلعب كميه الالعاب بشي العاب كلش قويه والعاب كلش حلوه والعاب تونس بيها وما تتركها، فشباب المهم اني شفت هذا الشيء واكتشفته فحبيت اشاركه وياكم، يعني مثل ما انا كنت دايخ بهاي الخدمه وكنت بس اريد اشترك بس اريد اعرف شلون اشترك بهاي الخدمه، والحمد لله والشكر اجتني الطريقه وجتني طريقه سهله وحلوه نتيجه على الجوين يقول لك اكس بوكس جيم باس التيميت ب 45 ليره هاي الشروط مال اكس بوكس يقول لك كونتينيو هنا يقول لك سعرها 45 انت راح تفعلها راح تفعل الريجن مالك تركي هنا تضيف الطريقه اللي تقدر تدفع بيها تقدر تختار الطريقه وتقدر تدفع بيها باع عندكم الطريقه اذا عندك بطاقه كارد يعني تربط بطاقه كارد اذا عندك ناس بتركيا تقدر تقول لهم مثلا تامن يامنون بيك وتامن بيهم يعطوك بطاقتك وتحولنهم فلوس وتقدر تشترك مثلا اشتراك سنه لقدام لان الالعاب صدق يجوز مو سنه خلينا نقول 6 اشهر 6 اشهر تلعبها هاي الخدمه وانت متونس وانت مرتاح
رقم موبايل، رقم موبايل موجود بس خدمة تركسيل، يعني مو تروح بتركيا اكو تركسيل واكو فودافون، اذا فودافون ما تشتغل الخدمة عندك بس شرط لازم تركسيل، تختار خدمة تركسيل وتخليها وتخلي رقم الموبايل، بس بنفس الحالة هنا اقول له تركسيل، من تخلي رقم الموبايل لازم الكمية او المبلغ مال مبلغ الاشتراك موجود بالموبايل حتى يستقطعوه من عندك، لما تقول لهم نيكست راح تخلي الرقم وتقول لهم نيكست راح يستقطعون المبلغ وتتفعل عندك الخدمة، او اذا عندك بطاقة gift card يعني تقدر تشتري لمواقع اونلاين موجوده، تقدر تدخل تشوف لك موقع، موقع زين، موقع ثقه يبيع هذين الشغلات، تشتري لك بطاقه، بطاقه gift card وتربطها، يعني راسا تدخل هسه تقول له gift card، تخلي الرمز مالتها، الرمز يقول لك 25 رمز، تخليهن تكتبهن وتقول له نيكست راح يخصم الرقم، البطاقه اللي تشتريها لازم تكون بنفس سعر الاشتراك حتى تقدر تشترك بالخدمه وتتفعل عندك وتقدر تلعبها. المهم شباب شفت هذا الشيء وقلت احب افيدكم، احب اخلي الناس تستفاد، احب اخلي الناس تلعب كميات اكثر، العاب اكثر بسعر اقل، وان شاء الله هذا المقطع يفيدكم وتروحون وتشتركون، انتم بعد بكيفكم تختارون الدوله اللي تعجبكم، تختارون السعر اللي يعجبكم وتشتركون، تقدرون تحولون الستور مالتكم امريكي اوروبي او اي دوله او سعودي حسب البطاقات اللي متوفره عندكم وتشتركون بالخدمه. المهم شباب اتمنى فاتكم الفيديو، لا تقصرون بالدعم، لايك اشتراك بالقناه، فعل زر الجرس، شاركوا فيديو اصدقائكم، القاكم فيديو جديد، اقول لكم في امان الله.